ندير في السيني ادريني انا دواكي لي سوينا. هذا هو الهدف تاعنا، رانا رايحين خطوه خطوه الى توظيف اللغه الامازيغيه في كل المجالات، من باب اولا تنفيذ وتجسيد بنود الدستور في كل تمازيغ اللغه الوطنيه الرسميه. فيه مسار، فيه خطوات بذلت. شوفوا نعطيك اسم السوسه المكسوسه، فكروا فيها كسرها السوسه المكسوسه. أو مسيت قدامنا شوفه ويزور في الانتخابات. زوير عيناني. ولكن الخطوات التي جسدناها لابد أن تثبت وتعزز بأطر. أعطيك مثال. تواجد اللغة الأمازيغية في المحيط في إطار عملية مزغنة المحيط ما جاكش هكذا. هاي فكرة تنضج وتتعمم تدريجيا. مثلا بدينا أول خطوة في المرفق العام على مستوى الولايات، ولكن لابد أيضا المجتمع المدني، الجمعيات، المواطن اللي عنده محل تجاري أيضا أن يكون في صميم هذا التوجه. فيما يخص الوثائق الرسمية بدينا بخطوات. الخطوة الأولى التي جسدتها كاقتراح من طرف المحافظة السامية الأمازيغية، احنا آمنين بفكرة أن كل شيء يجي بالتدريج. أول خطوة نكسر هذا الحاجز وهذا التردد في أذهان بعض الأطراف المعنية بهذه العملية. احنا نقولوا لازم نترجموا بنود الدستور، القانون فوق الجميع. تجي مرحلة وين نديروا مبادرات لكن تكون مرافقة. قبل ما نديروا هذه تاع عملية مزغنة المحيط لازم من إعداد معجم يعني قاموس مرجعي. هذا الحمد لله درنا جسدنا. درنا خطوة مع قطاعات وزارية أخرى، مثلا كيما تشوف لا فاكتور تاع لا سي آر وتاع سونيل غاز وتاع هذو كاع يعني في إطار الخدمة العمومية. كذلك خطوة ثانية بمبادرة من المحافظة السامية الأمازيغية. خطوة ثالثة مع قطاع البريد فيما يخص تدوين اللغة الأمازيغية في الطوابع البريدية. هذا أيضا خطوة عملاقة، لأن الطابع البريدي هو يعني وثيقة رسمية. تجي أيضا مرحلة ثالثة، ونعطيك المعلومة أن راسلنا رسميا المدير العام البنك الجزائري أن تدون اللغة الأمازيغية أيضا في الدخول كمرحلة، ورانا رايحين إلى يعني مرحلة أخرى تكون خطوة لتدوين رمزي للغة الأمازيغية في وثائق رسمية. هذه يعني وجهة نظر تاع المحافظة، وهذا ما يقدر يتجسد إلا بالتنسيق التام في إطار لجنة مشتركة مع القطاعات المعنية، وأعني وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ومن بين الخطوات العملاقة التي جسدناها مع القطاع اللي هو قطاع الجماعات المحلية كان فيما يخص الأسماء والألقاب، تدوين في الحالة المدنية الألقاب الأمازيغية بمراجعة الرزنة الرسمية تاع الألقاب كخطوة أولى. جي أيضا هذا ما نسميه التوبونيمية، أسماء الأماكن، الرجوع إلى التسمية الأصلية. وكان آخر قرار في غضون الأسبوع اللي فاتوا اثنين أسبوعين، وين لأول مرة تدون التسميات الأصلية للولايات الجديدة. إيل قزام ماشي عين قزام، إينا من الناس ماشي هذا أيضا بين المال. إذا أنا نقول أنا ماشيين بخطوات ثابتة، ولكن هذا يتطلب تنسيق ويتطلب أيضا لابليكاسيون دي بارتي كونسيرن. هذا باش نعطيك أجوبة يعني في مجال مهامنا كهيئة رسمية.